السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم سليمه شانيل. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوا معايا حتى الاخير. ان شاء الله غادي نقدم لكم حسوه كتجي بنينه وكذلك صحيه وكتقوي المناعه للجسم ديالنا. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا البلبوله ديجا مرطباها، وكذلك عندي زلافه ديال رقائق الشوفان كبيره، وعندي هنايا البصله مشلضه، وعندي الثومه، وكذلك بالنسبه للزرع اللي غنستعمل حب رشاد والسحتر والحلبه والسنوج ولا حبه سوداء كيفاش كنقولوا ليها، ما عاد المهم النافع، وورقه من اوراق الغار، ما عرفتش السد ناموسه ولا الرند، وحده فيهم اللي كانت حيت انا ما كنميزش بيناتهم. بالنسبه للبلبوله من الاحسن نرطبوها باش دغيا طيب لينا. فاول حاجه اللي غادي نديرو، غادي نديرو الماء يطيب في الطنجره اللي غادي نستعملو نطيبو فيها حسوه. كنديرو البصله وكذلك الثومه. فبالنسبه للثومه انا كندير الراس ديال الثومه مكمول، كنقشر لي ديك، كنحيد لي ديك القشره البيضاء وكنغسلو مزيان وكنديرو، ولكن اليوم ما متوفراش على الثومه بزاف، هادشي اللي كاين داكشي اللي استعملت. وكذلك غادي نديرو الزيت البلديه. بالنسبه للزيت البلديه والبصله والثومه كتبقى على حسب الكميه ديال الحساء اللي بغيتو ديرو، وغادي نزيدو مليحه. ونزيدو كذلك البلبوله اللي غادي نستعملو، انا درتها كلها، انا ما كنعبرتش، ما عرفتش عندي من كميه يعني شحال ديال البلبوله، ولاني كتبقى عينكم ميزانكم. بالنسبه للبلبوله الا كنا مثلا غنقدموها في الفطور فنديروها يعني ترطب بالليل، فلا كنا غاديين مثلا نديروها بالليل نرطبوها في الصباح ملي نفيقوا، فملي كتكون مرطبه مزيان دغيا كطيب لينا، ما كياخذش وقت في الطياب. صافي نخليو، درنا بلبوله والزيت والثومه ومليحه والبصله، نخليوها تطيب مزيان هادشي هذا، ونعاودو نطلقها. بالنسبه انا غطيتها بالغطايه ونسيت قوه الزربه، ملي غطيتها فاضت ليا، فمن الاحسن انه ما يتغطاش، اولا لا حتى غطيتيها خلي ليها من تنفس باش ما طفيتش. بالنسبه لهاد الحساء مزيان تقدميه للاسره ديالك في هاد الظروف اللي كنعيشوها مع هاد الوباء، صراحه صحيه وكتقوي المناعه الجسم ديالنا. المهم من بعد ما طابت البلبوله كنزيدو الشوفان. فبالنسبه للشوفان دغيا كيطيب، يعني ما كياخذش الوقت نهائيا، وغادي نزيدو الزراره اللي غادي نستعملو. فبالنسبه للزراره فهما يعني تصبو كيدارون اخر لحظه، فمن الاحسن انهم ما يغليوش بزاف، يعني حتى ملي تبغي بحال ملي دير الشوفان، حيت الشوفان ملي غادي نزيدو الشوفان والزرارة خصنا يعني 5 دقائق ونطفيو، حيت الشوفان دغيا كيطيب. وكذلك الشوفان واخا مثلا ما غلاش بزاف، غير كديريه واحد 2 دقائق كاع تطفي على البوطه وتقلي مثلا في الحليب دغيا كيشرب وكيطيب، يعني ماشي ضروري تيغلي. بالنسبه للحساء جاني ثقيل فزدت ليه شويه الماء. بالنسبه للماء يكون طايب عندك ديجا في الغراف ديال الضو ولا في المقراج يكون طايب، ف باش لا كان يعني خاصك جات الحسوه ثقيله خاصك الماء تزيديه ما يكونش بارد. فمن بعد ما تمر 5 ديال الدقائق من بعد ما زدنا الشوفان والزراره صافي نطفيو، عفوا ما نطفيش على البوطه، نزيدو الحليب طبعا مع التحريك باش ما لصقش لينا، حيت البلبوله كتلصق، وكذلك الشوفان. صراحه ملي كندمجوا الشوفان مع البلبوله كيجينا الحساء، كتجينا حسوه بنينه صراحه، مذاق زوين غير شي حاجه اخرى. فمن بعد كنزيدوا الحليب، ملي كتمرق 5 ديال الدقائق كنزيدوا الحليب. بالنسبه للحليب على حسب الكميه ديال الحساء اللي درنا، فانا عيني ميزاني درت شي 2 كيسان كبار ونص بحال هكاك. فضروري ديري لها الحليب، كيزيد ليها بنه من غير بنه، يعني مزيان انك ديريها مع الحليب. بالنسبه للحليب غير كطلع فيه الغليه كنطفيو، يعني ما كنخليوش حتى كيغلي وغلي، غير طلعها كيف تشوفوا من الجناب،
يبدا يغلي صافي نطفيه على البوطه او الحساء ديالنا وجد. فكنقدموه بالصحه والراحه صراحه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا، راه صحي، تقدروا تقدموه لوليداتكم. فإلا كان البيبي يعني الوليد الطفل اقل من سنه، فما تكثروش هاد الزراله هادو، فحب برشا تسخون الحلبه، فتقدروا ديروا النافع، تكتفيوا بالنافع راه مزيان. وكذلك اليازير، تقدروا تزيدوا اليازير، نافعوا اليازير فقط. فإلا كانوا حيت اليازير وسميتو النافع كنقدموه للبيبي كيكون مازال كيرضى، يعني مازال راضيه، مازال ما كياكلش على حسب الغازات. فإلا كان الطفل اقل اكثر من سنه عفوا، فتقدروا يعني تعطيوه واخا فيه الزراره كلهم، حيت كيكونوا يعني كياكلوا ماشي مشكل، ماشي ما كاينش شي خطوره عليهم. بالنسبه للحساء كيجي بنين وصحي، كذلك كتقدموه مع التمر والشريحه. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكذلك تجربوا الحساء. فنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير.